السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. يا رب كلكم تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض القرص، قرص بالقرفة اللي هي القرص المحشية، بس بطريقة جميلة ان شاء الله وهتعجبكم، تنفع للولاد برضو في المدارس، تنفع تفطروا بيها. المهم بتبقى طريقتها سهلة وحاجة خفيفة كده، هتبقى مش هتاخد من ايدك وقت خالص، واحلى ما بنشتريها من بره. المقادير معانا بسيطة زي ما انتم شايفين، دول 4 كوبايات دقيق بما يعادل نص كيلو دقيق، معايا كوباية الا ربع سمنة على زيت أو زبدة على زيت، الإمكانيات اللي موجودة عندك معايا حاليا، كوباية إلا ربع لبن دافية، دي على حسب ما هتحتاج العجينة، يعني في دقيق بيشرب وفي دقيق ما بيشربش، فعلى حسب ما هنشوف، على حسب العجينة هتاخد قد إيه. معانا معلقة سمسم كبيرة اللي هي متحمصة، الاحسن ان انت تجيبيه ابيض وتحمصيه على النار، بس ما تحرقوش عشان ما يمررش، عشان يطلع النكهة بتاعته. معلقة سكر كبيرة، هما معلقتين، معلقة حطيناها مع الخميرة ودي معلقة واحدة، مع نص معلقة ملح صغيرة، وهنحط فانيليا عندك اللي هي السايبة، هتحطي رشة او نص معلقة عندك اللي هي الاكياس دي هتحطي. وهنا انا عامله الخميره اهي على جنب تخمر، وعبال ما نقول المقادير مع بعض، حاطه معلقه خميره كبيره اللي هي الخميره الفوريه او البيره، تبقى على قد عين العين الجمل او قد الليمونه لو عندك خميره فوريه، مع معلقه سكر كبيره. يبقى احنا استعملنا هنا معلقتين سكر كبار، معلقه مع الخميره ومعلقه هنحطها مع الدقيق. هنقول المقادير تاني، دول 4 كوبايات دقيق لازم يكونوا منخولين، احنا اتفقنا ان الدقيق لازم ننخله، 4 كوبايات دقيق بما يعادل نص كيلو دقيق. الكوباية اللي هتعيري بيها الدقيق هي اللي هتعيري بيها السمنة، تكون بدرجة حرارة المطبخ. انا كانت جامدة عندي في التلاجة فسيحتها واستنيت اما بردت خالص. كوباية الا ربع هي يعني ممكن تحطي الربع زيت، وممكن تحطي النص سمنة، ممكن تحطي كله سمنة، ممكن تحطي كله زيت، ممكن تحطي كلها زبدة، على حسب إمكانياتك. الوصفة دي ما بترتبطش بأي نوع من السمنة، يعني زيت، سمنة، زبدة، اللي عندك واللي انت مفضلة ان انت تعملي لولادك اعملي براحتك. معايا كوباية الا ربع مؤقتا لبن دافي، وبرده هنا الخميرة انا حطها في ربع كوباية لبن دافية، لازم اللبن يكون دافي، مع او ممكن تخمريها في ميه عادي، تحطي ربع الكوبايه ميه دافيه او ربعها لبن مع معلقه سكر مع معلقه خميره، وهتحطيهم على جنب تخمر لغايه ما نحط بقيه المقادير. معلقه كبيره سمسم متحمصه، معلقه سكر، نص معلقه صغيره ملح. بصوا بقى هنعمل ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. اسهل حاجه الحاجات دي يا جماعه، والله ما بتاخد وقت خالص، لا في العمايل ولا في المقادير، ولا بتاخد منك غلبه ولا فيها مقادير كتير كتير. وكمان في الشتاء هتنفعك بقى، اما تعملي اما بالليل تكونوا قاعدين كده وتبقى حاجه موجوده عندك في البيت كده مع كوبايه شاي بلبن، هتبقى عندك الخير كله باذن الله. هنحط الفانيليا، دي الحاجات الجافه حطيناها مع بعض، هديهم كده تقليبة. طريقتها سهلة وما فيهاش اي حاجة خالص. بعد كده هنزل بالزيت، بسم الله الرحمن الرحيم، وتبسي بقى. اهم حاجه هي اسمها نواعم في الفرنه اما او المخابز، بتروحي تجيبيها بتقولي له هي اسمها نواعم، القرص دي اسمها نواعم، فمن اسمها تعرفي انها لازم تنعم معاكي، لازم تبسيها كويس. طبعا انا هعملها في العجان، اللي ما عندهاش عجان يا حبايب قلبي، انا كنت الاول شغاله لكم كل المعجنات على ايدي، ما فيهاش اي حاجه ولا بتاخد حاجات ولا غلبه ولا حاجه، ربع ساعه بتكوني عجناها
والاحسن ان انت تعملي كميات بسيطه على اساس تبقى صبحه معاكي، تبقى صبحه على طول، مش لازم تشيليها في الفريزر لان مش محتاجه، يعني ما بتاخدش وقت كبير ان احنا نخزنها وكده في الفريزر، فالاحسن ان احنا نعملها. طبعا انا هشغل العجان دلوقتي. لازم توصل معاكي بالدرجة اللي انتوا شايفينها كده، بستها كده تبقى عاملة زي حبات الرمل. هننزل بقى بالخميرة. طبعا انتي لو الخميرة هي فرت معانا، وادوب الخميرة الاول فادخلها في قلب العجين، وبعد كده هنزل بقى باللبن الدافي. بعد بقى ما دخلت الخميرة كده، قلبت الخميرة، هنزل بقى باللبن الدافي شوية شوية كده، مش هنزل بكله، هفضل انزل بشوية بشوية لغاية ما يتلم معايا، وهرجع لكم تاني. هعملها كور زي كده، هقطعها كور زي كده وهغطيها عشان ما اطولش عليكم، وهغطيها بقى واسيبها لمدة 10 دقايق، ونرجع مع بعض تاني. بعد ما ارتاحت يا حبايب قلبي 10 دقايق، اهوت معايا سمسم، اهوت سمسم على معلقة سكر، سمسم ابيض عشان ما يتحرقش، عشان طبعا هندخله في الفرن، فهتدهني الوش بالسمسم على سكر، سمسم على معلقة سكر على حسب بقى الكمية اللي انت عايزاها. معايا اللبن دوبت فيه معلقة، نص معلقة سكر كده عشان الوش، وممكن تحطي لبن على نسكافيه، معلقة نسكافيه. ممكن تعملي لو عندك لبن بودرة هتحطي عليه حبة مية وهتدوبيهم، وبرضه هتدهني منهم الوش. اللي بيحب يدهن بقى بزفار البيض يحط عليه فانيليا ويدهن، انما البيض برضه بيدي زفارة كده بس في الوش. فاحنا بندهن المعجنات لا نسكافيه على لبن، لا لبن، لا ممكن مية كمان لو ما عندكيش الحاجات ديت، ممكن حبة مية وهتدهني الوش. المقصود ان يدي لمعة للوش وكده، وعشان السمسم يمسك فيه. اهم حاجة قلنا من اسرار بقى النجاح القرص دي، معلقة الخل. معلش ما طلعتش في الفيديو، معلقة الخل بتحطيها ومع المقادير عشان الخل بديل محسن المخبوزات، اللي هو بيخلي العجينة هشة كده زي فاضية، بتبقى خفيفة من جوه. تاني حاجة لو ما عندكيش لبن برضو اللي هو السايل ده او الحليب، بتحطي معلقتين بودرة مع الدقيق، بتحطيهم وتقلبيهم وتعجني بالمية العادي، يعني على حسب امكانياتك. ما عندكيش حليب هتتصرفي وتعملي برضو ايه، هتعملي باللي عندك، هتحطي لبن بودرة في العجينة معلقتين كبار مع الدقيق، مع الدقيق هتحطي معلقتين كبار وتقلبي الدقيق، وبعدين تنزلي بالخميرة. لو مش هتعجني باللبن كده، هتعجني بالمية. لو هتعجني بالمية برضو المية تكون دافية، هتحطي معلقتين لبن اللي هو البودر معلقتين كبار. بسم الله الرحمن الرحيم. هنيجي بقى ايه، ناخد اول قطعة انت عملتيها وتفرديها كده اهي. بصوا العجينة بسم الله ما شاء الله ناعمة وحلوة كده اهي، ونروح حاطين الحشوة. يكون معانا ايه، سكر. ممكن على السكر ده تحطي زبيب، ممكن هتحطي كاكاو على حسب الحشو اللي انت حباه. هنحط كده معلقة كده في العجينة، واهم حاجة ان انت تقفلي عليها كويس عشان العجينة ما تتحرقش معاكي في قلب الفرن. هتكوميها تاني زي السرة كده اهي، وتكوريها ما بين ايديكي كده. وهنيجي من الجزء اللي احنا مسكناه، هنروح منزلينها في اللبن كده بسم الله، وتروحي منزلة في السمسم، وتروحي ضغطة عليها ضغطة بسيطة كده اهي، ما بتبقاش رقيقة، تبقى معاكي بالشكل ده.
نعمل واحدة كمان مع بعض اهي، يا رب تكون واضحة. هتفتحيها كده، المهم ما ترققهاش عشان السكر ما يطلعش من الناحية التانية، وتحطي السكر وتروحي قافلة السر عليها كده اهي. لازم التدويرة ديت عشان تكون هشة معاكي من جوه، وتروحي ماسكاها كده من قلب الحتة اللي انتي السرة اللي ماسكناها، وهتنزليها في اللبن كده، وتروحي منزلة في السكر اهي. سهلة ما فيهاش اي حاجة اهي، ما ترققهاش قوي اهي. بتبقى بالمنظر دوت اهي. هاخد واحدة كمان، ممكن هنحط عليها كمان قرفة، بص حبايب قلبي، في اللي بيحب القرفة وفي اللي ما بيحبهاش، فانت ما تحطيش على السكر كله قرفة، على حسب ولادك بيحبوا القرفة، القرفة بتبقى جميلة قوي، في اللي بتدي طعم حلو، بس انا عندي في اللي ما بيحبش القرفة، فمش هحط قرفة كتير اهي. هتحطي معلقتين كده قرفة صغيرين على السكر، او على حسب بقى الكمية اللي انتوا بتحبوها. وبرضو همسك كده واروح حاطه كده السكر اهو، واروح لماها كده الحشوه دي بقى ترجع لك انت، بتحبوا الزبيبه هتحطي جوه، هتحطي كاكاو، هتحطي سكر، بس اللي يريحك الحشوة دي بتاعتك انت. بس هما في المخابز بيحطوا بس ايه، السكر، سكر بس وقرف اهي. هتعمليها تبططيها كده حاجة بسيطة هكمل الكمية بقى عشان ما اطولش عليكم الفيديو، وارجع لكم تاني اهو يا حبايب قلبي. المهم ما تضغطيش عليها جامد، هسيبها بقى تخمر براحتها، وهقول لكم هتاخد قد ايه، وطبعا هكمل اللي معايا، وهنخبزها مع بعض على درجة حرارة 190 درجة، يعني لما تبقاش عالية، ما تبقاش عالية على الاخر عشان تستوي براحتها من جوه، على 190 درجة على الشبكة، وهتشغلي الفرن من تحت بس، وهنرجع مع بعض تاني. ودي شكلها يا حبايب قلبي بعد ما طلعت من الفرن، انت بتشغلي عليها من تحت على الشبكة، لو لقيتي وشها محمرش بتولعي الشواية وتاخدي بالك منها، بتخلي القعر كده حلو كده اهو، ما تحرقهوش. ده الكمية دي طلعت من 1/2 كيلو، يا رب اللي تعجبكم، وطرية اهي زي ما انتوا شايفين، وادي قلبها من جوه، السكر طبعا دايب من جوه اهو زي ما انتوا شايفين. يا رب تعجبكم، وطريقتها يكون سهله، اهم حاجه ان انت تخمري العجينه كويس، تحطي معلقه الخل عشان تبقى هشه من جوه
تالت حاجة ان انت تبسيها كويس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.